فاجأت حورية فرغلي الجمهور بشكل جديد ومفاجئ، حيث بدأ أنفها وكأنه قد تحسن بشكل كبير. بالفعل يا ليث، الكثيرون تساءلوا عن نوع عملية التجميل التي خضعت لها حورية، بينما اعتقد البعض أن التغيير يعود إلى طرف اصطناعي، لكنها وضحت أنه مكياج سينمائي فقط. في كل الأحوال، حورية قالت أنها عازمة على عمل إجراء لتركيب أنف اصطناعي من السيليكون، والذي يفترض أن يدوم 3 سنوات. لكن السؤال، هل هذا الحل سيكون فعالاً للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في شكل أنفهم، أم أن هناك خيارات أخرى قد تكون أكثر ملائمة؟ ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض استشاري جراحة التجميل الدكتور جمال جمعة. دكتور جمال، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. في صباح العربية. دكتور جمال، سننطلق صباح من الخيرات وشكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. سننطلق من حالة أنف الممثلة المصرية حورية فرغلي، ونريد أن نناقش معك الخيارات التجميلية، سواء كانت خيارات جراحية أو غير جراحية، لإيجاد حلول لمشاكل الأشخاص الذين لديهم تشوه بالأنف من أي نوع من الأنواع. أولا أحب أشكركم وأحب أن أحيي الفنانة القديرة حورية فرغلي لقوة إرادتها وصلابتها ومصارحتها للجمهور ومصارحتها للناس بالمشاكل للتوعية عن هذه الأمور. عمليات التجميل الأنف مختلفة، منها عمليات التجميلية، عمليات الترميمية، والآن اللي أدخلته حورية عمليات إعادة التأهيل للأنف، فهذه ثالث درجة من عمليات التجميل بالنسبة للأنف. نعم دكتور، يعني عمليات التأهيل تفضل. أي عمليات التأهيل بتتعمل بعد انتهاء المراحل الأولى اللي هو التجميلية والترميمية، اللي هو إعادة شكل الأنف بشكل طبيعي باستخدام طرق، يعني منها استخدام الأطراف الصناعية والأعضاء الصناعية. نعم، بس دكتور، هاي العملية كانت شيء يعني أدت لفارق، هذا رائع جدا، ولكن شفنا بكوريا الجنوبية مثلا في سيول إنه عندما يتم إجراء عملية تجميل ليس فقط للأشخاص العاديين بحبوا غيره، بل بالسينما، السينما الكورية شفنا إنه يقومون بتغيير أو شكل الوجه بشكل كامل، ليس فقط أنف، ليس أذن أو فم أو شف أو ذقن مثلا، بل يقومون بوضع، يعني بتطلعوا على موضوع التناسق بين أطراف الشخص أو الذي يريد التغير في وجهه. هل هذا يطبق اليوم في عالمنا العربي؟ طبعا أنا رحت كوريا واجتمعت مع رئيس الجمعية الكورية وأعضاء الجمعية الكورية، وكمان تكلمنا في الأمور زي هذه. نعم. هذه أمور كثيرة بيبالغ فيها الإعلام وبيبالغ فيها لدرجة كبيرة، لأنه اللي بيحصل في الأفلام واللي بيحصل في المشاهدات اللي على السوشيال ميديا فيها تعديل كبير، سواء بالفلاتر أو غيره. أما جسم الإنسان أنه يتغير تغيير جذري 180 درجة فهذا صعب جدا، لكن أنه يتحسن عضو من الأعضاء نعم ممكن أنه يحصل تغيير بحيث أنه يكون الشخص شكله تماما مختلف عن الشكل الأصلي، صعب جدا، إلا باستخدام الأقنعة، أقنعة الماسكات. والآن حتى هذه التأهيلية، الجراحات التأهيلية التجميلية أصبحت ممكنة، زي ما تفضلت الممثلة الحين، زي ما أنتم شايفين هذه القطعة عندي، هذه إذن صناعية بتتركب بالشكل ذا وممكن أنها تنحط وتدوم عشرات السنين. شايفين كيف؟ نعم. وهلأ بنشوف الأنف الجديد ممكن يتعمل لحورية فرغلي، حتى ما بنشوف يعني دكتور جمال، نشاهد الآن على الصورة تركيبة ممكن
الأنف الجديد لحورية، وهذا الإجراء الذي أجرته صراحة فرق تغير مظهر كبير يعني طبعا دافت. خاصة أنه حالة حورية كانت حالة معقدة وليست سهلة، هل تم إضافة أشياء أو إضافات جديدة تجميلية حتى تقدر حورية تظهر بهذه الصورة وتبدو فعلا تبدو سعيدة وتبدو الثقة يعني على وجهها؟ نعم، هذه السعادة اللي بنشوفها على وجه حورية، هذه هي السعادة، إنه راحة الإنسان مع نفسه وحس بالحرية أكثر لتقبل الناس له. لكن اللي لو تلاحظي إنه اللقاء الأخير اللي قبل كذا، يعني لو كان يمكن قبل 4 شهور، ما كان الأنف بهذا الشكل الطبيعي. نعم، الأنف ما حياخذ شكل من 4 شهور 5 شهور إلى الآن ويصير بالشكل هذا، لا يمكن أنه يحصل طبيا أنه يحصل بالشكل ده. نعم، ما في عملية جراحية بتعطيه الشكل هذا خلال الفترة البسيطة دي. دكتور، فلابد أنه يكون قطعة زي ما قالت يمكن سيليكون. نعم دكتور، إذا بهالصورة بنرجع نشوفها على الشاشة كمان مرة وهي مبينة معنا، أدي نسبة التجميل مقارنة بالمكياج في هذا المقطع الفيديو اللي بنشوفه لحورية فرغلي؟ المقطع الفيديو هذا يعني على الطبيعة ممكن أنه الواحد الإضاءة بتأثر على منظر السيليكون في مكانه الجنكشن مع الوجه، فالأنف نفسه بيطلع منظر طبيعي، بس لكن الواحد يطلع ينظر بعيد عن الأنف في الحواف في الجوانب، يعني في مؤثرات هل أخرى، هل في آثار؟ نعم مؤثرات تخفي آثار اللي أجرته سواء ميك أب ولا قطعة سيليكون. طيب دكتور جمال، رح ننطلق نحن من حالة الممثلة حورية، في عنا حالات أخرى تم خلالها جراحة تأهيلية للأنف باستخدام أعضاء صناعية مثل ما عم نشاهد هلأ على شاشة هذه الصورة الأولى، وفينا يعني نشوف الفرق. دكتور، هذه العملية هل هي إعادة تشكيل للأنف أو هي رقب للأنف؟ الموضوع الذي كان رائج يعني من قبل والمتعارف عليه، ما الفرق بينهما؟ العمليات التجميل الأنف يعني تحسين شكل خارجي بسيط سواء في الأرنبة أو في الجسر. نعم. اللي بيحصل في بعض الحالات زي هذه أنه مثلا هذه عمليات ترميم، ما إعادة شكل الأنف لكن ما يظهر بالمنظر الطبيعي 100% زي ما الواحد كان متخيل. نعم. وكان بيشوف. نعم. لكن هذه مرحلة ترميمية. نعم. هذا يختلف عن المرحلة التأهيلية اللي تكلمنا عنها. نعم. دكتور جمال، طبعا هلأ بدنا نحكي على الأنف السيليكون، هناك يعني نقاط مهمة عن هذا الموضوع، يا ريت تحكي لنا عن أهمية هذه الطريقة في التجميل أو في تحسين الشكل إذا صح التعبير. طبعا الأنف السيليكون هذا هو الأنف السيليكون عندي. طبعا قطعة سيليكون الواحد يصنعها بالشكل المناسب للوجه، فبيأخذوا الأشكال الآن بالطباعة ثلاثية الأبعاد، ممكن أننا نعمل أنف سيليكون، وزي ما أنتم شايفين حواليها هنا هذه طباعة ثلاثية الأبعاد لأنف بالحجم الطبيعي ممكن يكون. نعم. نقدر نعملها ونعمل التعديلات المناسبة، وبعد كذا هذا الفريمورك ينصب عليه سيليكون بالشكل اللي نبغاه. بعد ما ينصب السيليكون المشكلة تكون كيف أثبت السيليكون في الجسم. فالطريقة اللي نستخدمها إما باستخدام الغراء، يعني الغراء ينحط على تحت اللاصق، ينحط تحت السيليكون، وهذا ممكن مع العرق مع الإفرازات ممكن أنه يفك ويبان الحافة. لكن في استخدام زي ما يسموها الأوسيو إنتجريتد إمبلانت اللي هي المسامير أو المغناطيس حتى تحت الجلد، زي ما بيعملوا في الأسنان ممكن يتعامل في عظام الوجه، ممكن يحط مغناطيس هنا ومغناطيس هنا والأنف يركب بكبسة واحدة بضغطة واحدة بالشكل. بس دكتور هذا بيرمننت، يعني الواحد لما بحط بضل لابس هذا الأنف الاصطناعي أم يتم خلعه مثلا في ساعات الليل، لأنه في بعض الأسنان عندما يتم تصحيحها يكون هناك قطع معينة يشيلها أو يتخلى عنها الشخص عند النوم؟ هذا السؤال مهم جدا. نعم، هو ممكن أنه الواحد يشيله أثناء الليل،
ويرجع ينظف المنطقة اللي حوالين الأوسيو انتجريتد إمبلانتس، وبعدين يرجع يستعمله ويركبه في الصباح. على فكرة هذا له 20 سنة، شوف لونه ما تغير، الفعالية حقته ما تغيرت، فبالشكل ده ممكن يعيش طول العمر. يعني في ناس بيعيشوا بهذا الشكل طول العمر بالأوسيو انتجريتد إمبلانت. دكتور دك تسامحني سؤال بدائي يمكن وبديهي، هل عندما يكون هناك مخاط في الأنف كيف يتم تنظيف الأنف إذا يوجد أنف سيليكوني؟ هل سيؤثر وجود هذا الأنف السيليكوني على وظائف الأنف الشم المخاط وغيره صحيح، خاصة مثلا أثناء النوم؟ ما بعرف إذا ممكن أنه يكون موجود أثناء النوم. لا هو ما بالعادة ما ينحط أثناء النوم، ممكن أنه ينشال، هو ينحط خارجيا فما له علاقة بالإفرازات الداخلية، هو قناع أو قناع على شكل أنف زي ما تقول، فممكن أنه ينشال ويتركب، ينشال ويتنظف الأنف من الداخل ويتغسل من برا، ما يأثر على لا على الشم ولا على التنفس لأنه في فتحات من أسفل، فممكن أنه الشخص يتنفس طبيعي، وهي الموضوع بس أنه يتلصق على الأنف أو يمسك بمغناطيس، يتحط المغناطيس هنا وهنا وهنا تحت الجلد، فالواحد ما بيشوفه لكن تمسك عليه القطعة يمسك مضبوط. من الرياض الدكتور جمال جمعة، استشاري جراحة التجميل. للأسف انتهى الوقت دكتور، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك دكتور. Doing too much, relax a bit. I should have known you had the baddest bitch. Left on red and can't give hit. Way too sweet, I'm waiting back. You're too sad. It's not hurt, though I have. Yeah. Tick with wax and latex. Warm the wax. Use damp tissue to remove.